السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه التغطية الإخبارية التي سنفردها للحديث عن استخدام القوات الحكومية العنف على المتظاهرين الغاضبين في البصرة وحظر التجوال الذي أعلنته السلطات بعد أن فتحت قواتها النار عليهم عند محاولة المتظاهرين الاعتصام أمام مجلس المحافظة. مشاهدينا الكرام، نرحب بضيفنا في الاستوديو السيد نظير كندوري الكاتب والباحث السياسي. مرحبا بك يا استاذ نظير، حياكم الله. وسينضم الينا ايضا مشاهدينا الكرام لاحقا من البصره بعض الناشطين، فاهلا وسهلا بهم وبكم. لم تمضي ساعات قليلة على قتل 6 متظاهرين وإصابة أكثر من 200 بنيران القوات الحكومية أمس الثلاثاء، حتى قمعت القوات الحكومية تظاهرات خرجت اليوم أمام مبنى محافظة البصرة. وذكرت مصادر صحفية أن القوات الحكومية أطلقت الغاز المسيل للدموع والرصاصة لقمع المتظاهرين الغاضبين. تظاهرات وغضب يبلغ أعلى ذراه في عاصمة الثورة والموارد بالعراق. لم يطيق المتظاهرون بالبصرة الانتظار بعدما شيعوا بالأمس متظاهرا آخر سقط بنيران القوات الحكومية واعتقالات استهدفتهم، وكأنها رسالة أخرى من الحكومة للتوقف ها هنا أو انتظار مزيد. أحرق المتظاهرون مجلس محافظة البصرة بعدما منعتهم القوات الحكومية من الاعتصام هناك، وتخطت ذلك لفتح النار عشوائيا عليهم، الأمر الذي أدى لسقوط قتلى وجرح العشرات. غضب تفسره الوعود الحكومية المتتالية بحل مشاكل محافظة البصرة المتراكمة والتي لم ينفذ منها شيء حتى الآن، حيث ما زال المحتجون يرفعون أصواتهم في الاعتصامات والمظاهرات لحل مشاكل كالبطالة والخدمات، وسط تفشي حالات التسمم بين الأهالي جراء عدم توفر المياه الصالحة للشرب وعدم صلاحيتها أصلاً للاستهلاك البشري. وعلى الطرف الآخر، لا تزال الأحزاب السياسية التي يتهمها المتظاهرون بالفساد لا تزال تتصارع فيما بينها على تشكيل الكتلة الأكبر واقتسام الغنائم السياسية كما يعترفون هم على أنفسهم. في مشهد تقول صحيفة ذا ناشونال إنه يفسر الغضب الشعبي المتنام جراء ترك البصرة تحترق بنار الفساد والإهمال. وتنقل الصحيفة عن المتظاهرين قولهم إنهم لن يسمحوا لحقول النفط بأن تعمل ما لم يحصل مواطنو البصرة على المياه النظيفة والخدمات والوظائف، ولم يعد يفي بيان يصدر هنا أو هناك من الحكومة التي جددت بالأمس عزمها معالجة مشكلة الماء ومراجعة الأوضاع الأمنية والتأكيد على ضرورة التهدئة والتحقيق فيما جرى، في وقت أخلى شركاء في العملية السياسية مسؤولية القوات الحكومية من قتل المتظاهرين بذريعة وجود قوات مندسة بينهم. لكن الأمور وصلت في جنوب ووسط العراق وتحديدا في البصرة إلى نقطة لا عودة، حيث تخطت المظاهرات على ما يبدو خوفها وقد تطلق رصاصة الرحمة على العملية السياسية التي دخلت هي الأخرى غرفة الإنعاش. شنو يرميني بكيشي؟ يرميني الفلفل لو مسد محلي حالة؟ بس أنا ساقلكم وياي نموت عشرة نموت مية أنا أهلا بكم جديد مشاهدينا الكرام. ولمزيد من تطورات بشأن الأحداث المتسارعة في محافظة البصرة، معنا الناشط المدني من البصرة سيد سمير المالكي. مرحبا بك سيد سمير، ما الذي يحدث الآن في البصرة بعد خروج التظاهرات هذا اليوم؟ الآن محافظة البصرة حاليا، يعني حاليا امام محافظة البصرة، اطلاقات حية على المتظاهرين، اطلاق غازات مسيلة للدموع
يعني عندنا الجيش منقسم الى عده اقسام، بعض الجيش واقف معنا مع المتظاهرين وقاعد يحمي المتظاهرين وحتى قاعد يحث المتظاهرين على الاختباء خلف عجلاته. هناك جهات عسكريه اسوات او شغب قادمه من بغداد هي اللي قاعد ترمي على المتظاهرين من داخل المحافظه. يعني انتم الان امام مبنى مجلس محافظه البصره وهناك اطلاق غاز قنابل غاز المسيل للدموع، وقوات الجيش قسم من هذه القوات مع المتظاهرين وقسم اخر من قوات سوات وغيرها يعني تطلق النار عليكم. يعني كيف تسير الامور تقديرك للموقف سيد سمير؟ البصره ضحت انقذت شهداء 60% شارك بالحشد الشعبي. هؤلاء المتظاهرين هم من الحشد الشعبي، يعني ضحت دمه ضحت اخوه، يعني يطالب بشربه ماء، يعني ماي ما عندنا بالبصره، يعني حرامات. هاي المدينه اللي هي خبزه العراق، مدينه 15 سنه ما قدروا يحلون ازمه ماي لها، معاملها معطله. هاي المدينة اللي 4 مليون ترميل نفط، مواني غاز، منافذ حدودية، مطار، ما قدروا يحلون أزمة الماء. يعني المواطن ما استشهد يوم داعش يستشهد على مود شربة ماء. أمس انطينا 7 شهداء والله العظيم وروس، ناس تلميذين طلعوا فانينتهم يطالبون بحقوق عوائلهم وبحقوق البصرة بسبيل شربة ماء. الحكومة خذلتنا، الحكومة ما أنطتنا أي حق. الآن الشباب قاعد تتصاخر والحكومة والعباد مستهين بالكتلة الأكبر، فالكتلة الأخضر اللي دمرت العراق هاي كتلهم وسياسيينهم. يعني شنو منتظرين من المواطن البصري من يشوف عائلته قاعد يومية 3-4 في المستشفيات؟ وصلت عندنا لحد الآن أكثر من 32,000 حالة تسمم في المستشفيات. تجي وزيرة العدل هنا تقول والله العدد 1500، مع العلم هذا العدد كاذب، بس هو 1500 قليل. ورا يومين يطلع مدير الصحة يقول عندنا 17,000 حالة. حتى لو بضع حالات، يعني هذا في أي دولة تحترم مواطنيها كانت وزير الصحة قد استقال. ذكرت أن التظاهرات سلمية سيد سمير، ولكنها قد وجهت بالقمع. إذن كيف ستكون ردة فعل المتظاهر البصري الغاضب في الساعات المقبلة تقديرك للموقف سيد سمير؟ المواطن هو يعني أكثر شيء سوى هو حرق قطار بالشارع. نعم. يعني من يشوف عائلته يا أخي قاعد تساقط. الكوليرا قادمه لنا والله العظيم بعد اسبوعين، بس يبرد الجو عندنا بالبصره. عندنا حوامل مال الكوليرا صارت عندنا بالانهر مال البصره، يعني اذا صابنا كوليرا احنا راح نسكت؟ يعني الحكومه خلتنا بين حلين، يا اما نموت احنا وعوائلنا او نموت احنا ونحن عوائلنا. الامور قاعد تصاعد واللي قاعد يصعدون بها الحكومه وليس المتظاهرين. المتظاهر يقول لك اعطيني حقي. انا عراقي اريد حقي وفق الدستور وفق القانون. نعم. يعني لا انتم محترمين الدستور، لا محترمين الماده 38 اللي هي ضمنت المواطن حقوقه. كل شيء ما عندنا يا اخي، تروح للمستشفى يعطيك مخزي وطاك ورقه وقال لك روح اشتري من برا. نعم، اشكرك على المشاركه السيد سمير المالكي الناشط المدني من البصره. اذا استاذ نظير، كما تحدث لنا من قلب الحدث من البصره، هناك تظاهرات خرجت في البصرة قبل قليل وتواجه الآن بالقمع بقنابل غاز وغيرها، وحتى هناك بحسب ناشطين كما يصلنا يعني هناك تظاهرات في ميسان والمثنى أيضا في المحافظات الأخرى وليس في البصرة فقط. وكيف تصف تطورات الأحداث الآن؟ إلى أين ستسير الأمور برأيك؟ يعني قبل أن أصف تطورات الأحداث، عندما تسمع هذا الناشط المدني وهو يصف حالة العراقي الذي يدفعه للتظاهر من أجل يعني أبسط حقوقه، من أجل أبسط ما يجب أن يتوفر للمواطن
في أي بلد ما. يعني شيء محزن وشيء مؤلم أن تجد نحن في القرن 21 وفي ظل هذا التطور الحاصل في العالم تجد بلدا من أغنى البلدان بثرواته يعني المعدنية وثرواته البشرية يعاني من مستلزمات ممكن أي دولة بسيطة ذات موارد قليلة ممكن أن توفرها، ولا سيما البصرة يعني أكثر من 90% بالضبط اللي هي نفطها هو الذي يغطي معظم ميزانية الدولة العراقية. ما أقول أنه في هذه التظاهرات وتطوراتها أظن أنها مرشحة إلى الاتساع مرة أخرى. قبل أيام هي خبت قليلا لكن استعادت يعني عنفوانها مرة أخرى وبدأت تنتقل إلى المدن الأخرى. اليوم يعني أحد الناشطين من البصرة الناشط حقوقي أستاذ أحمد يعني أخبرني بأن قبل نصف ساعة بدأت تظاهرة منسقة ما بين عدة محافظات إضافة إلى البصرة في الناصرية والسماوة وميسان وكثير من المدن في الجنوب العراقي تطالب بنفس المطالب. وأظن أن ما اقترفته الحكومة العراقية البارحة بقتل يعني ستة أشخاص ومئات من الجرحى وحالات الاختناق بالغازات مسيلة الدموع، أظن أنهم قد تجاوزوا عتبة اللاعودة. لأن القوات الحكومية إذا ما اقترفت جريمة بحق المتظاهرين من خلال قتل وجرح الناشطين والمتظاهرين سوف هذه الدماء لن تذهب سدى، وستجد من يتظاهر ويزيد بالتظاهر انتقاما لهذه الدماء، وهذه الدوامة ربما تزداد عنفا وتنتشر يعني تتسع أفقيا إلى مختلف المحافظات. وأظن إلى أين ستصل؟ يعني مثلا عصيان مدني؟ يعني المشكلة أنه في التظاهرات الحالية أنه لا تجد رأس واحد هو الذي يدير كل هذه المجاميع الشبابية. لذلك هي تجد أن يعني الحركات هي عفوية وربما ليس فيها تنسيق عالي، لكن هذه الحالة ربما تكون في بدايتها. أنا أتوقع أن بالمرحلة القادمة ستتطور هذه التظاهرات إلى تطور نوعي من حيث التنظيم ومن حيث أماكن التظاهر، وبالإضافة إلى رفع سقف المطالب من مطالب بالخدمات إلى مطالب سياسية، كون أن هذه الخدمات لم تنقص في البلد في العراق إلا بسبب النظام السياسي الفاسد الذي هو أساس هذه المصيبة التي تحدث في العراق. هناك تطور يعني نوعي في المطالبات، وأيضا سيكون هناك تطور أفقي إلى مدن أخرى. أظن أن المرحلة القادمة ستتعدى أنه تكون تظاهرات للمكون العربي الشيعي أو في منطقة جغرافية في جنوب وسط العراق، ربما ستمتد إلى الوسط بل وربما تمتد إلى شمال العراق، كون أن النظام الفاسد العراقي قد شمل بإهماله للشعب كل مكونات الشعب العراقي وليس مكون واحد من مكونات الشعب العراقي، لتمتد لتكون ثورة شعبية عامة في العراق. هذا احتمال وارد مستقبلا. مفوضية حقوق الإنسان أستاذ نظير أكدت أن قوات الأمن هي التي أطلقت النار على المتظاهرين مباشرة، بينما كذب أحد شركاء العملية السياسية ذلك وزعم أن مندسين من القوات الحكومية هم من أطلقوا النار. كيف تصف يا أخي التصفيق؟ يعني هذه كلمة مندسين، ألا يحترمون عقول الناس؟ ألا يحترمون عقولهم هم من يدعون أن هناك مندسين؟ في بداية التظاهرات قال نحن مع المتظاهرين ولكن ضد المندسين في المتظاهرين. الآن يقولون هناك مندسين في القوات الحكومية. يعني هل القوات الحكومية والشعب الذي يتظاهر كله عبارة عن مندسين؟ يعني كلام لا يحترم عقولهم ولا يحترم عقول الناس، بأن هذه أكاذيب لا يمكن أن تنطلع الناس. كيف يكون هناك مندسين بالقوات الحكومية؟ كيف لجندي أن يمكن أن يطلق الرصاص الحي ضد المتظاهرين بدون أمر جاءه من ضابط أعلى منه؟ هناك إرادة حقيقية يحاولون تحجيم هذه التظاهرات من خلال قتل، يعني كما هم يتصورون قتل شخص أو شخصين سوف يحد ويجعل المتظاهرين يرجعون إلى الوراء. لكن أنت تتعامل مع متظاهرين هم من أعمار العشرينات، بل هناك متظاهرين هم تحت العشرين. هؤلاء لا يهابون الموت بل لا يعرفون له قيمة.
ربما هو يذهب إلى الموت بصدور عارية. أنت لا تتكلم مع شخص ربما يكون صاحب عائلة ويفكر بأولاده ويفكر بزوجته. هؤلاء الشباب ربما يكون عنفوانهم يعني لأنهم عازمون على التغيير يعني يبدو الكثير منهم يفكرون بأن أنا يعني هو لسان حاله يقول أنا عمري 20 سنة، إذا أمد الله في عمري ربما إلى 70 سنة فلدي 50 سنة أعيشها. هل أعيش 50 سنة في الأزبال هي تحيط أحيائنا؟ هل أعيش هذه 50 سنة وأنا لا أستطيع أن أشرب شربة ماء نظيف؟ هل أعيش هذه السنين في هذا المأساة التي نعيشها؟ يعني الشاب من حقه يفكر بهذه الطريقة. هذه ملاحظة مهمة، يعني أغلب المتظاهرين الذين نشاهدهم عبر شاشات التلفاز هم من الفتية، يعني كما ذكرت حتى ربما لم يتجاوزوا 20، يعني هذا جيل الاحتلال. وهذا أيضا يفند ادعاءاتهم بأن المتظاهرين هم موالين إلى الحزب البعث السابق أو أنهم تابعين لأجندة. هؤلاء جاءوا يعني عندما حدث التغيير في 2003 وجاء الاحتلال ونصب هؤلاء في الحكم، هؤلاء كانوا لم يعوا شيئا من بل بعضهم لم يولد لحد الآن. يعني هو فتح عينيه ووجد هذا النظام السياسي البائس ومع ذلك هو يرفضه. هذا دليل على أن هذا النظام السياسي غير قادر على الحياة ويجب تغييره، لأنه مرفوض من أهم شريحة بالمجتمع اللي هي الشريحة التي على أكتافها يكون التغيير، على أكتافها يكون البناء، على أكتافها يكون مستقبل البلد. هذه الشريحة بالذات هي رافضة لهذا النظام السياسي، وهو تغيير مهم وحقيقي. ونتأمل ونعول كثيرا على هؤلاء الشباب أن ينقذوا العراق من الحالة المتردية التي هو فيها. أستاذ نظير، من التصريحات المثيرة للجدل تصريح جميل الشمري قائد عمليات البصرة، اتهم التظاهرات بأنها لم تكن سلمية، بل قال إن القوات الحكومية كانت تحمل الورود والمياه لتقديمها للمتظاهرين، والنتيجة كما شاهدها الناس يعني عشرات القتلى ومئات المصابين بين المتظاهرين. قبل أن تعلق أستاذ نظير على هذا، لنستمع مشاهدينا الكرام إلى تصريح قائد العمليات ثم نعود. البارحة المظاهرات بدايتها كانت غير سلمية وكانت موجودة في الجروبات في البداية أنه الخروج بمظاهرات غير سلمية. احنا بداية كانت موجودين معنا الإعلاميين، كلكم جميعا كنتم معنا، كنا مهيئين الورد والماء والأعلام العراقية لغرض توزيعها على المتظاهرين. فوجئنا بقيام مجموعة منهم برمي الرمانات اليدوية وحرق العجلات العسكرية وحرق مبنى المحافظة والاعتداء على المواطنين. كما شاهدنا مشاهدينا الكرام، أستاذ نظير، هو اتهم المتظاهرين بالبدء بالعنف، ولذلك قد سوغ قتل عشرات من المتظاهرين واستخدام هذا القمع الذي شاهدناه أمس. يعني طبعا في كل زمن وفي كل دولة دائما الأنظمة الاستبدادية دائما ما تتهم المتظاهرين هم البادئين بالعنف وهم الذين يقومون. حتى فرضنا ذلك هناك وسائل يعني لمواجهتها بالمياه وغيرها ليس كما تفعل الدول التي تحترم شعوبها. يعني هذا المنطق الذي يتكلم به، يعني منطق هل يستهزئ بنفسه أم يستهزئ بالجماهير العراقية؟ هل هو كان يحضر ماء الورد والورود إلى المتظاهرين؟ يعني على من يضحك؟ على من يدلس هذه الأكاذيب؟ هذا بالمناسبة يعني هذا جميل الشمري هو ليس يعني الآن هذا سابقة في تاريخه لقمع الناس الأبرياء، هو فعلها في اعتصام الحويجة أيضا، يعني قمع المتظاهرين هناك وقتل العشرات من المتظاهرين السلميين، بل هو أيضا من قام بقصف معسكر أشرف لمجاهدي خلق الذين كانوا معزولي السلاح وليس بيدهم شيء، يعني يدافعون عن نفس أنفسهم به. فهو يعني لا يستقوي على الأبرياء يعني المجازر سابقا. نعم لا يستقوي إلا على الأبرياء ولا يستقوي إلا على الضعفاء، وهذا دليل على جبنة لا يستحق الرتبة التي يحملها حقيقة. يعني مع الأسف أن هذا القائد هو الآن يعتبر
بشار قائد بالجيش العراقي. الجيش العراقي أنظف وأشرف من أن يكون مثل هذه الشخصية الهزيلة أن تمثل إحدى قياداته. هل هو يستقوي على الطفل عمره 15 سنة يرفع تظاهرات وشعارات ضد الفساد ولتوفير الخدمات؟ هل يجعل نفسه نداً لهؤلاء الشباب والصبية؟ ومع ذلك هؤلاء الشباب والصبية قهروه وجعلوه عاجز عن إيجاد أي حل لقمع هذه التظاهرات وإنهائها. ما زالت التظاهرات مستمرة واليوم تصاعدت بشكل كبير ولا نعلم كيف ستكون غدا وبعد غد نوعية هذه التظاهرات ومدى اتساعها. ولكن ما يقول أستاذ نظير أن الحكومة يعني وعدت بالإصلاح ويجب على المتظاهرين أن ينتظروا تطبيق هذه الوعود وأن يمنحوا هذه الحكومة فرصة. هل ينطبق يعني ذلك على الحالة الآن في العراق؟ أخي الكريم كلما تحدثت مع ناشط من ناشطين هؤلاء التظاهرين أو مع حتى الناس العاديين من أهندا في العراق لديه يعني قناعة كاملة بأن هذه الحكومة والحكومات اللاحقة التي ستأتي هي عاجزة عن تحقيق أي شيء. المطالبات عندما خرج المتظاهرين بالخدمات مضى الآن يعني عدة أشهر لم يلمسوا أي تغيير حقيقي. هذه الحكومة الحالية بقيادة العبادية هي عاجزة عن فعل هذا الشيء، ومن المتوقع أن الحكومات القادمة يعني بعد أيام إذا تم تشكيلها ستكون أكثر عجزاً عن تحقيق أي شيء يخدم المواطن العراقي، لأن هي في واد والشعب العراقي في واد آخر، وبالتالي هذا المواطن الذي يخرج للتظاهر لديه حالة يأس من أن يرجو من هذه الطبقة السياسية أن تقدم له أي خدمة، بدليل أن بعض الشعارات التي يرفعها المتظاهرون لا لحكم الأحزاب. طبعا هو شعار ربما تستغرب وكيف يتم حكم البلد إذا لم يكن هناك حزب وتداول سلمي، لكن هم يقصدون الأحزاب الحالية، أحزاب ما بعد الاحتلال، أحزاب ما بعد 2003، الذين يعني لم يقدموا للشعب العراقي إلا المآسي، إلا الدمار، إلا الخراب، إلا الجهل والأمية. يعني وصل المواطن إلى هذه المرحلة، يعني أصبح حال مأساوي فعلا. حال مأساوي، لذلك هم في حالة يأس من هذه الطبقة السياسية. لكن يجب أن يرشد المتظاهرين مطالبهم بشكل حقيقي لكي يجدوا هناك تعاطف دولي قادر على دعم هذه التظاهرات لإحداث تغيير حقيقي. التغيير الحقيقي لتوفير الخدمات لا يكون ببعث صهاريج الماء التي معظمها ملوث كما فعل العبادي، إنما التغيير الحقيقي بإزالة هذه الطبقة السياسية وأن يجعلوا ويمكنوا الشعب العراقي من حكم نفسه بشكل صحيح. هذا هو المطلوب. أيضا مشاهدينا الكرام، ذوو الضحايا في مدينة البصرة شيعوا جثامين أبنائهم، ومنهم المتظاهر محمد حسون الدراجي الذي قتلته القوات الحكومية في أثناء التظاهرات التي شهدتها المدينة أمس. وردد المشيعون هتافات تندد بقتل الدراجي وأكدوا استمرار التظاهرات على الرغم من القمع الحكومي.
أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام في هذه التغطية الخاصة من الرافدين لأحداث وتطورات البصرة. أستاذ نظير، يعني كما تفضلت من خلال ما شاهدناه هذه ليست الواقعة الأولى منذ اندلاع التظاهرات، إلى أي مدى ترى أن هناك منهجية في قمع المتظاهرين؟ الحكومات ما بعد الاحتلال اتخذت من قمع أي صوت حر، أي صوت ينتقد ما يدور من يعني خراب ومن فساد من قبل مسؤول حكومين يتم معالجته بالقمع، وهذا حدث في المناطق الوسط، مناطق الجنوب. ربما تذكر حادثة الرزازة التي قتل فيها من أتباع أحد رجال الدين أكثر من 300 شخص بدم بارد على يد المالكي. كذلك في مناطق عديدة استخدم العنف لقمع أي لسان ممكن يكون لسان ناقد، بالرغم من أن المعارض والناقد هو الأساس في تطور الشعوب، وإلا الإنسان هو بطبعه خطاء ويجب أن يكون هناك من يصوب له أخطاء، لكن الأنظمة السدادية لا تعترف بذلك، هي تعتقد أن السلطة هي عبارة عن ثمرة لجهودها يجب أن تستحوذ بها وتستفيد من موارد الدولة لصالحها كأشخاص أو لصالحها كأحزاب. لذلك هذا ديدن الأنظمة السدادية، وغالبا ما تنجح يعني مرة ومرتين ولكن ليس على طول الخط. في النهاية الشعب سوف يقول كلمته ويزيح هذه الأنظمة الاستبدادية، ولنا في التاريخ طبعا حوادث كثيرة وأمثلة كثيرة. أنا ما أظن لو استمرت الحكومة في اضطهادها لهذه المتظاهرات، وأنا أتوقع بل أجزم أنها ليس لديها وسيلة أخرى لمعالجة التظاهرات، يعني هي غير قادرة على تحقيق ولو مطلب صغير من مطالب المتظاهرين، كونها فاقد الشيء لا يعطيه، هي لا ليس لديها شيء يعطيه. يعني الموارد التي تأتي للدولة لا تكفي سوى للمنتفعين والفاسدين، لا يوجد شيء أو جزء حقيقي منها للخدمات التي تقدم الشعب. وبالتالي هي لديها وسيلة واحدة بمعالجة هذه التظاهرات من خلال قمعها، لكن هذه القمع سوف يجعل هناك دوامة عنف متبادل تنتهي ربما بسقوط هذا النظام السياسي الحاكم في بغداد. معنا مشاهدينا الكرام من البصرة الناشط أحمد البصراوي، مرحبا بك سيد أحمد. ما ردت فعل الشارع البصري الغاضب إزاء ما حدث يوم أمس هذا اليوم الدموي في البصرة؟ سيد أحمد تسمعني؟ أحمد البصراوي، هناك مشكلة في الصوت. نعم، الأمم المتحدة أستاذ نظير أعربت عن قلقها لقمع التظاهرات بهذه الصورة التي شاهدناها، ودعت بالمقابل إلى الإسراع في تكوين الحكومة المقبلة التي كما تعلم الصراع قائم حتى الآن ومختلف عليه لإعلان هذه الكتلة الفائزة كما تسمى الكتلة الكبرى. كيف تقرأ بيان الأمم المتحدة، وألا ترى أن هناك ازدواجية في الطرح؟ أنا يعني أجد أن موقف الأمم المتحدة موقف مخزي، سواء في بداية الاحتلال أو لحد الآن. الموقف يعني الآن تجاوزت عدة أشهر والتظاهرات مستمرة، لذا ولا تجد هناك موقف من الأمم المتحدة يعبر بشكل حقيقي عن معاناة الشعب العراقي وأهمية التعاطف مع مطالبه. هي تعول الأمم المتحدة على الحكومة الجديدة أنه هي ستحل، وأنا أثبت لك بالدليل أن لا الحكومة الحالية ولا الحكومات اللاحقة ستكون قادرة على تحقيق ولو جزء بسيط من مطالب المتظاهرين. يعني هذا الموقف موقف غير يعني مشرف لمنظمة دولية كهيئة الأمم المتحدة. لذلك يفترض من الأمم المتحدة أن تكون أكثر شعورا بالمسؤولية، وأن تجعل هذه المطالبات للمتظاهرين معروفة من قبل العالم. هناك كثير من الناس لا يعرفون ماذا يحدث في العراق وما يحدث في جنوب العراق من تظاهرات حقيقية، بل لا يعرفون ما حجم المأساة التي يعيشها الناس هناك من عدم توفر أبسط الأشياء
أشياء لحياة الإنسان. يجب أن تقوم بدورها يعني لفضح هذا النظام المستبد في العراق. يجب أن تخاطب الطبقة السياسية باحترام شعبها. هذا الذي يفترض للمتحدة، لكن موقفها حقيقة موقف غير مشرف لهذه المنظمة. نعود للناشط من البصرة أحمد البصراوي، تسمعون الآن سيد أحمد؟ نعم أسمعك. ما ردت فعل الشارع البصري الغاضب إزاء ما حدث أمس هذا اليوم الدموي في البصرة؟ والله يا أخي يعني ما أعرف أقول لك، يعني ما أعرف الحكومة العراقية شنو ردهم على المواطن البصري. يعني ما يجب أي شيء بالبصرة، يعني أنا بعدين يعني ما معلوم ما الحنفيين يشرب، يعني ما الحنفيين ما البصرة، يعني حتى سبع ما تقدر تفتح فيه، يعني ما أعرف شو الشاشة والحكومة ما أعرف. ولكن يعني الحكومة اتهمتكم بأن هذه التظاهرات التي خرج بها المتظاهرون في البصرة كانت هذه التظاهرات غير سلمية. لا بالعكس، مظاهرات سلمية ومظاهرات، يعني بس ما أعرف الجيش والشرطة والمسؤولين يضربون بالمتظاهرين. في البصرة تعلقوا يعني واحد يعني كيف تفسر هذا استخدام القمع وما حدث أمس من جريمة راح ضحيتها أكثر من 6 قتلى ومئات الجرحى في البصرة إذا كان المتظاهرون سلميين؟ نعم صوت غير واضح للأسف من ناشط أحمد بصري. عموما من البصرة نشكرك الشكر الجزيل. أستاذ نظير، هناك بعض الناشطين أعادوا بث مقطع سابق لإبراهيم الجعفري وهو يستهجن ما قال بأنه كما وصفه الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين في البحرين، بينما الآن نراه يلتزم الصمت أمام ما يحدث في البصرة. لنستمع أولا إلى تصريح السيد إبراهيم الجعفري ثم نعود. هو أساسا يجوز استخدام السلاح ضد شعب؟ لا يجوز، فكيف بك والجريمة مركبة سلاح وسلاح أجنبي يأتي من خارج البحرين؟ إنما نحن نتحدث، لا نريد أن نتدخل، لكننا نريد أن نجلب التدخل، خصوصا وأن التدخل تدخل مسلح. أين هذه الحماسة؟ يعني هذا الرجل سبحان الله، يعني كثير من الناشطين يقولون لم يأتي إلى العراق طيلة حكمه سواء الملكي أو الجمهوري رئيس وزير خارجية بهذا القدر من السوء. يعني وزير خارجية وكأنما يمثل يعني وجهة النظر الإيرانية، فإيران عندما تحتج على حدث ما تجد الجعفري يتصارخ ويتكلم بكل قوته تعبيرا عن امتعاض على هذا الشيء، والعكس يعني بنفس الوقت الذي تجده غاضبا كثيرا على قمع التظاهرات في البحرين، بالرغم أن التظاهرات في البحرين عليها علامات استفهام كثيرة كونها مرتبطة بدولة خارجية هي من تدعمها، بينما يلزم الصمت أمام من يفترض أنهم أبناء جلدته في العراق عندما يتظاهرون، وقد ثبت بالدليل القاطع أن التظاهرات في العراق ليس لها ارتباط بأي دولة، سواء يعني دولة جارة إقليمية أو دولة خارجية، إنما هي تظاهرات من نابعة من الشعب العراقي بقوته. وتم استخدام العنف وتم سقوط قتلى وجرحى، مع ذلك لم يعني يتكلم بحرف واحد لانتقاد هذا الشيء، وهو وزير خارجية ويجب أن يكون له مكانته، بل يلوذ بالصمت ويعني لا يحرك ساكن إزاء هذه الجرائم. هناك تناقض حقيقة، يعني بل كأنما يعني هو يتحرك بالكنترول من يعني وراء الحدود. ما تقول له إيران بموقف ما
يقوله وما تنهيه عن موقف ما ينتهي عنه. هذه التظاهرات هي ليست بصالح النظام الإيراني، لذلك تجد أنه كل الطبقة السياسية في العراق هي ضد هذه التظاهرات، بالرغم أنهم يقولون نحن مع مطالب المتظاهرين، نحن نريد أن نحقق مطالب، لكن ما دامت هذه التظاهرات رفعت شعارات ضد النظام الإيراني فهي تظاهرات مدسوسة وتظاهرات مدعومة من قبل الخارج ومن قبل مندسين وغيره من أجل ذلك تواجه الآن بالعنف. ونعود لنؤكد أن هذا الاستخدام العنيف لهذه التظاهرات هل سيزيد وتيرة التظاهرات في الأيام المقبلة؟ بالتأكيد أخي بالتأكيد، لو رأينا تجربة ما حدث في سوريا، لو رأينا تجربة ما حدث في ليبيا وفي اليمن، تدلل بشكل كامل إنما مهما يعني ضغطت الحكومة بالقوة على المتظاهرين سيكون هناك رد فعل شعبي على هذا القمع وتتصاعد الأمور، يعني ربما ماضي العراق بنفس هذا المسلسل. نعم مشاهدينا الكرام، بعض الناشطين والصحفيين أعربوا عن استيائهم من موقف المرجعية تجاه المتظاهرين وكيف أنها التزمت الصمت أمام آلة القتل الحكومية التي باتت تحصد أرواح المتظاهرين في البصرة الذين طالبوا بأبسط حقوقهم كما ذكرنا، ومنها توفير ما نقي صالح للشرب. شنو الأخبار؟ والله الأخبار أكو ضحايا. نعم. واكو شهداء. نعم شهداء من المدنيين طبعا بسبب استخدام السلاح الحي، وما اعرف ليش العباد يعطي امر باستخدام السلاح الحي. كل اللي يرادوه المتظاهرين هو الماي، كل اللي يرادوه يشربون ماي. نعم. احنا الان صرنا قضيه نفس قضيه الحسين، ردنا ماي نشرب. عندنا 4 مليون برميل للنفط، ما تعطونا ماي؟ زين وين الاحزاب الدينيه؟ وين المرجعيه؟ المرجعيه من ورطتينا وديتينا هناك نحارب بالموصل، هسه صرتي ما لك علاقه؟ أيوة والله. لا والله المرجعيه ما تمثلينا ابدا، ولا احمد الصافي ولا احمد مدرياهو، احنا نمثل ارواحنا عراقيين كلهم عملاء. والله كلهم صحيح. عملاء. والله صحيح. وينكم اعضاء مجلس محافظه؟ على حال البصره اليوم كلهم عملاء. وين من عمليات الذبح؟ الان سلاح متوسط وثقيل قاعد يستخدم ضدنا. مقاوم الدروع الان سلاح. داعش احنا داعش مثلا؟ ما اعرف. أهلا بكم من جديد. كما شاهدنا مشاهدينا قبل قليل هذا المقطع الصوتي، يعني المرجعية نظير المعروف عنها أنها تتدخل في الشأن السياسي عبر وكلائها في خطب الجمعة وتوجه، ولكن لافت للنظر أنها يعني التزمت الصمت تجاه هذا القمع ضد المتظاهرين. قبل يومين كان يتحدث معي أحد الناشطين من البصرة وقال كلمة لفتت انتباهي، قال لو هذه التظاهرات لم تخرج بأي فائدة سوى فائدة واحدة لكفت، وما هي؟ قال إن الآن الناس قد فقدوا ثقتهم بشيء اسمه المرجعية، الآن لا يتم الالتفات إلى كلام المرجعية كونها لم تقف مع حقوقهم. تجد أن يعني طيلة هذه السنين من 2003 ولحد الآن تتدخل في الصغيرة والكبيرة ودعمت أحزاب معينة للسلطة وتحدثت بالضد من مكونات أخرى، وفي كل هذا التدخل ورسمت يعني لديها أصابع واضحة وبصمات واضحة في السياسة الداخلية للعراق والخارجية للعراق، بل كل حكومة لا يتم تشكيلها إلا بممارسة هذه المرجعية. مع ذلك الآن تلتزم الصمت أمام ناس يموتون من العطش، أمام ناس يموتون من التلوث، مع ذلك هي تلتزم الصمت. يعني هذا الشيء إلى متى؟ يعني أنا أود في يعني هذا المنبر أن أوجه رسالة إلى يعني شعبنا العربي الشيعي، إلى أي مدى يجب أن تبقون وراء مرجعية صابتها الشبهات؟ يعني في الوقت في 2003 عندما أفتوا بعدم مقاتلة المحتل والتزام الصمت أمام المحتل، وهذا كان أحد العوامل الأساسية التي مكنت المحتل من احتلال بلدنا، وتجد أن هذه المرجعية وغيرها من المرجعيات قد دعمت كل الحكومات الفاسدة منذ
2003 ولحد الآن، بحيث وصل حالنا إلى هذا الحال. نحن يعني أسوأ بلد في المستوى الصحي، في المستوى التعليمي، في كل المستويات على مستوى العالم، في كل القوائم للتصنيف نحن في ذيلها. هذا كله كان بدعم المرجعيات. إلى متى يجب أن تبقوا في على ثقة في هكذا مرجعية؟ يجب أن يكون علاقتكم مع الرب علاقة مباشرة بدون هذه الحالة الوسطية التي تسمى المرجعية. هذه المرجعية لم تؤدي بشعبنا إلا إلى التهلكة، إلا إلى المهالك من خلال هذه الفتاوى التي دعمت هذه الأنظمة المستبدة في العراق. إلى أي مدى أصبحت هذه التظاهرات برأيك يعني كاشفة لفساد من كانوا يعدون رموزا؟ بالتأكيد يعني هذه التظاهرات ربما نصفها بأنها الفاضحة، فضحت كل من كان يتاجر باسم الوطنية، كل من يتاجر باسم المذهب. كثير من السياسيين كانوا يقولون يعني بمنتهى الصراحة خاصة في أيام الانتخابات، نحن ندافع عن المذهب، نحن جند المذهب، أين المذهب وأتباع المذهب الذين تركتموهم يعني يموتون من العطش، تركتموهم يموتون من يعني التسمم، لا يجد مكان يستطيع أن يعيش فيه كحالة آدمية. أنا رأيت قبل يومين فيديو لأحد يعني الناس العاديين دمعته تنزل وهو يعني يصور الناس والأمهات والأطفال وهم يعني يتكالمون على علب الماء الصالح الشرب في وسط الزبالة ووسط يعني حالة مزرية، وبكى يعني بكاء الرجل ليس سهل، يعني صعب جداً، بحيث أنه يعطيك فكرة عن أي حالة من التردي وصل البلد، عن أي حالة من المأساة التي وصلها البلد بفضل مثل هكذا فتاوى، هكذا مرجعيات مشبوهة ودعمها لحكومات فاسدة منذ 2003 ولحد الآن. الآن تلتزم الصمت، بل هناك الآن أحد المرجعيات ووكيلها موجود الآن حاليا في البصرة، ومع ذلك وجود هذا الوكيل لم يخفف يعني التظاهرات، بل بالعكس تأججت. اليوم التظاهرات كبيرة ويعني خرج الناس بأعداد أكبر، وليس فقط في البصرة إنما حتى في المدن الأخرى. هذا يدلل على أن يعني الآن نحن في طريق أن الناس أو أصحاب هذا المذهب يعني أو المكون العربي الأصيل بدأ ينزع من على كواهله هذا الثقل الذي تمثله المرجعية. المرجعية هي التي ذبحتهم في حروب مع داعش وحروب مع في سوريا. هذه المرجعية هي التي أفتت لهم بأن تكون موارد هذا البلد كلها مسخرة إلى إيران. هذا البلد، هذه يعني المرجعيات هي التي جعلت من العراق بهذه الحالة المأساوية. والعراق بلد غني ليس فقط في موارد الطبيعية، إنما غني في موارد البشرية. نحن كنا يعني في بلد لدينا يعني كفاءات علمية، لدينا كفاءات عسكرية طبية في كل المجالات، بينما الآن وفي ظل هذه الفتاوى الفاسدة من هكذا مرجعيات الآن نتصدر قوائم الدول بحالات الأمية وفي حالات الأمراض المستعصية. الآن يعني المواطن العراقي إذا أراد أن يستشفي لحالة معينة من في جسمه يذهب إما إلى الهند أو إلى تركيا أو إلى حتى إيران، لأنه لا يثق بالمستوى الصحي الموجود في العراق. أين وصلنا إلى يعني أي مرحلة وصلنا؟ والآن هذه التظاهرات وهذا العنف التي تواجه به الحكومة المتظاهرين والصراع السياسي مستمر أستاذ نظير على السلطة، إعادة تدوير نفس الوجوه والطبقة السياسية الحاكمة الآن، كيف سيؤدي إلى زيادة ما يحدث الآن من تدهور كما ذكرت وقمع لهذه التظاهرات؟ يعني ما نراه الآن، قبل يومين يوم الاثنين يعني حدثت تم عقد الجلسة الأولى للبرلمان الجديد، وما حدث فيه من عدم تحقيق أي شيء من هذه الجلسة رسالة واضحة إلى الشعب العراقي بأن هؤلاء السياسيون ليس هم عايشين في وادي آخر والشعب العراقي في وادي آخر. هم الآن يحاولون أن يعني يتصارعون في تشكيل الكتلة الأكبر لتشكيل الحكومة العراقية القادمة، والحكومة العراقية القادمة سوف لن يكون يعني اهتمامها سوى
كيف تسلب موارد هذا البلد وتضعها في جيوب السياسيين. يعني ما هذه الرسالة التي ستوجه إلى الشعب العراقي؟ الآن الشعب العراقي فقد ثقته بهذه الطبقة السياسية. الآن السياسيون العراقيين بدأوا يعني يسعرون المناصب. هل تعلم أخي الكريم أن كل كتلة لتريد أن تسحب نائب من كتلة أخرى بمبلغ، هل تعلم أنا سمعت رقم يعني لم أستطيع أن تصوره، وصل الرقم إلى 250 مليون دولار، يعني شيء عجيب. وكأنما لأنه هو في باله عندما يكون الكتلة الأكبر ويكون الحكومة العراقية فكأنما اشترى العراق وبكل موارده، لذلك فالموضوع يستاهل مثل هكذا سعر. هناك منصب وزير لوزير الكهرباء تم تقييمه ب 20 مليون دولار. يعني هذه البلد يتم بيع المناصب في، يتم بيع ذمم الناس، يعني الى اي مرحله وصل الشعب العراقي؟ الان هناك دعوات للوقوف من التظاهرات حتى من شيوخ ومرجعيات شيعيه ايضا. إلى أي مدى تعتقد أن ما يحدث الآن من حراك جماهيري ليس سحب الصيف أو مظاهرات آنية وتخمد؟ هذا أنا ما أظن، يعني هي حدثت، خرجت تظاهرات عديدة سواء في الجنوب سواء الاعتصامات التي حدثت في مناطق الوسط والشمال كثيرة، وتم قمعها أيضا بالقوة. لكن الآن التظاهرات بدأت تأتي من أول شيء المكون الداعم سابقا كما يقال لهذه الحكومات، والسبب الثاني أن الحالة أصبحت حالة مأساوية بشكل كبير. يعني أنت تعرف أخي كل يوم يمر تزداد المساوئ، كل يوم يمر تزداد المساوئ، وصل ربما يعني نستطيع أن نشبهها بحد العتبة التي بعدها سيكون هناك الطوفان. وأنا أظن هذه المرحلة وبعد سقوط هذا العدد من القتلى لا أظن أن الأمور ستأتي، يعني ترجع إلى الوراء وتهدأ الأمور، لأنه لا يوجد شيء يجعل الأمور ترجع إلى الوراء وتهدأ، لأنه لم يكن لا يعني لم يحدث أي تحسن للمستوى الخدمي، لم يحدث أي تحسن حتى على المستوى السياسي. تجد الأحزاب تتصارع فيما بينها وتركت الشعب، وهذا الرجل الذي يقول أنا أعتذر للشعب العراقي، أقصد في هذه العامري، الآن هو يشتري النواب من هنا وهناك لتشكيل الكتلة أكبر، بل وصل إلى مرحلة تزوير التواقيع في القائمة التي قال أنا هي الكتلة الأكبر تضم 150 نائب، فيها 37 اسم مزور وبعضها لا يوجد إمضاء، يعني بل بعض النواب فضائي، يعني حتى النواب أصبحوا فضائي. حتى بعض النواب خرج إلى الإعلام وقال أنا لم أشارك في هذه الكتلة، بالرغم أنه موجود اسمه في تكتل هادي العامري ويعني تكتل الميليشيات. فقصدي أنه سياسي يبتغي تشكيل كتلة أكبر وتشكيل حكومة هو مزور، يعني كيف سيقود بلد؟ كيف سيؤتمن على إدارة بلد كامل مثل العراق؟ تعداده تجاوز ربما 35 مليون. وهذا ما يفسر ربما الإصرار الشعبي على مواصلة التظاهرات برغم من كل هذا القمع، أن المواطن العراقي حتى البسيط وعى وقد مل هذه الوعود وأيقن أنه لا حل إلا بالتغيير الشعبي بهذه التظاهرات السلمية. نعم، أنا أعتقد أن يعني كل العراقيين المتظاهرين أو الذي ليس له القدرة على التظاهر هم مقتنعون بأن النظام السياسي الحالي غير قادر على توفير أدنى خدمة للشعب العراقي وتغييره أصبح ضرورة. لكن ما ينقص هذه التظاهرات والذي يعني ليس في إمكان الناس العاديين أن يوفروا، يجب أن تكون لهم قيادة سياسية تستثمر كل هذه الجهود والتضحيات والشهداء الذين يسقطون والجرحى. يجب أن تستثمر هذه الجهود بلسان ناطق عنهم سياسيا يؤطر كل هذه المطالب بمطالب سياسية لإحداث تغيير حقيقي، وإلا هذه الجهود كلها ربما تذهب سدى، وهذا مهم جدا، بل هو التسلسل الطبيعي لكل احتجاج شعبي. بالنهاية سيكون هناك مطالب سياسية، وهذه المطالب السياسية ربما ستجد دعما دوليا متعاطفا معها، حصل هناك تنظيم وتنسيق، يعني هذا هو المطلوب. يعني حتى لو كانت هذه المؤسسة السياسية التي تطالب
مطالب بحقوقهم حتى يعني لو كانت خارج العراق لكي لا تتعرض إلى القمع من قبل السلطة وتوجه. فهو ممكن يعني ممكن أن تتفاوض مع يعني تطلب الدعم من دول العالم لإحداث تغيير حقيقي في العراق، وإلا يعني ستبقى هذه التظاهرات كالموج الهائج بدون اتجاه صحيح. لكن إذا تم اتجاهها بشكل صحيح وباتجاه واحد سوف يحدث تغيير كبير وتغيير حقيقي، ولربما سيكون على أيدي هؤلاء الشباب هؤلاء الفتية الخلاص العراقي، يعني يخلص العراق من المأساة التي يعيشها على أيدي هؤلاء. وهذا ما يريد تحقيقه أي مواطن عراقي شريف سواء في الداخل أو الخارج. أشكرك شكرا جزيلا سيد نظير كندوريا الكاتب والباحث السياسي، وشكرا أيضا لناشطينا الذين انضموا إلينا من البصرة. الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام، إلى اللقاء.